أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعاتنا الإخبارية المستمرة بشأن الحرب على قطاع غزة، ونناقش فيها اليوم مواصلة الاحتلال ارتكاب مزيد من المجازر ضد الفلسطينيين في اليوم 61 للحرب، ومخطط التهجير الذي يهدد سكان غزة وسط صمت المنظمات الأممية، في حين تمكنت فصائل المقاومة الفلسطينية من تكبيد الاحتلال خسائر فادحة في عدة محاور. وسيكون معنا في هذه التغطية عبر خدمة زوم من عمان المستشار السابق لمشروع الأمم المتحدة الإنمائي في غزة ماجد الزبيدي، وعبر سكايب من أنقرة الكاتب والباحث الفلسطيني زاهر البيك، وعبر سكايب من إسطنبول الخبير والباحث العسكري العقيد أحمد حمادة. فاصل ومن ثم نبدأ تغطيتنا. أهلا بكم من جديد، نبدأ تغطيتنا التي تأتي في إطار آخر المستجدات المتعلقة بقطاع غزة وهذه الحرب التي تدخل شهرها الثالث، اليوم 61 من هذه الحرب التي تخوضها قوات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ضد مدنيي قطاع غزة بأطفاله ونسائه وشيوخه وكذلك بشبابه. مشاهدينا الكرام، نبدأ هذه التغطية مع العقيد أحمد حمادة وهو الخبير والباحث العسكري السوري من إسطنبول. سيادة العقيد مرحبا بك، يعني بداية جيش الاحتلال يقول إن المناورة البرية ستستمر شهرا آخر، ماذا يعني هذا القرار على الأرض لا سيما مع عدم دفع الاحتلال جميع قواته في محاور غزة شمالا وجنوبا؟ السلام عليكم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام ولضيوفك الكرام. يعني هناك تناقض في المعطيات العسكرية التي يتبناها كل من وزير الدفاع، كل من رئيس الأركان، كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي حول الحرب التي يشنوها على قطاع غزة. منهم من يتكلم بأنها ستطول شهرين، ومنهم شهر، ومنهم لن نوقف هذه المعركة حتى يتم تحقيق الأهداف، والأهداف التي يتبناها نتنياهو وجالانت وغيرهم من القادة العسكريين ربما لم تتحقق نهائيا، وهم غيروا خططهم العسكرية بالانتقال من شمال غزة إلى جنوب غزة ربما ليحصدوا ما عجزوا عنه في الشمال. اليوم حتى اليوم هناك يعني اشتباكات عنيفة في بيت لاهيا، في عزبة بيت حانون، في بيت حانون، في الشاطئ، في الزيتون، في الشجاعية، في منطقة السرايا، في الشيخ رضوان. إذن حتى الآن لم تحسم الأمور نهائيا لصالح العدو الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، ولكن هم دائما يريدون أن يعني يكذبوا على شعبهم من أجل تسكيت هذا الشعب الذي ضاق زرعا بالخسائر الكبيرة وضاق زرعا بعدم يعني كما وعدهم نتنياهو وجالانت بأن الأسرى سيكونون بأيديهم، يعني سيحقق الجيش الإسرائيلي يعني تخليص الأسرى بالقوة العسكرية وليس الرضوخ كما يقولون لكتائب الأقصى أو للقسام أو لغيرها من المقاومة الفلسطينية. فلا يمكن لأحد من القادة العسكريين الإسرائيليين وغيرهم أن يحدد شهرا واحد أو شهرين أو أكثر من أجل تنفيذ هذه المهمة، لأن الوضع ليس متعلقا فقط في جيش الاحتلال، ولكن الأمر متعلق بصمود أهل غزة وبالخسائر التي يكبدونها للعدو الإسرائيلي في كل نقطة من نقاط الصدام أو من نقاط الدفاع. يعني رغم أن المقاومة الفلسطينية إذا أردنا أن يعني نقول تقدير موقف فهي 1 إلى 60 من
من قدرة الجيش الإسرائيلي. صحيح بأن الجيش الإسرائيلي يستطيع أن يخرق ويدخل إلى مناطق معينة، هو دخل إلى اليوم إلى منطقة الطاحونة عبر القرارة وصولا إلى شارع الرشيد، ولكن لا يمكن لهذا الجيش أن يستقر نهائيا في منطقة مجهزة دفاعيا، مجهزة تحصينيا. هناك يعني الأنفاق التي تتكلم عنه الدنيا كلها بأنه أكثر من أنفاق من شبكة أنفاق مترو لندن، وهذا أمر حتى الآن لم يستطع الجيش الإسرائيلي أن يعثر على كتلة الأنفاق التي هي مؤرقة بشكل كبير للجيش الإسرائيلي، وليس فقط للجيش الإسرائيلي بل للمنظومة الغربية للولايات المتحدة التي أرسلت طائرات الاستطلاع MQ-9، وكذلك بريطانيا التي أرسلت شادو 10 إلى هذه المنطقة، طائرة الاستطلاع البريطانية. إذا كل غرفة العمليات الغير معلنة التي يوجد فيها الإسرائيليون والأمريكان والبريطانيون وكذلك الألمان والفرنسيون والإيطاليون من أجل فقط يعني تقديم المساعدة والمشورة للجيش الإسرائيلي من أجل تنفيذ المهمة، ولكن حتى الآن لم أرجو يستطع أن تنفيذ تتفضل هذه. بالبقاء معنا عقيد أحمد حمادة. اسمح لي أن أرحب بضيفي معنا الآن الأستاذ ماجد الزبيدي، وهو المستشار السابق لمشروع الأمم المتحدة الإنمائي في غزة. مرحبا بك أستاذ ماجد. يعني في ظل هذه المجازر المتواصلة بحق المدنيين من أهالي قطاع غزة، كيف تقيم الرد والتحرك من المنظمات الأممية لوقف ما يجري؟ تفضل. مساء الخير لك ولجميع الزملاء المشاركين ولكل مشاهدي قناة الرافدين الفضائية. أهلا بك. الواقع أن ردود الفعل من قبل المنظمات الدولية هو عار وخزي وضعيف. لم يكن هذا الموقف في مثل هذا الضعف وهذا الانحدار وهذا الفشل وهذا التواطؤ في كل تاريخ الحروب العالمية، كما هو الآن في حروب الإبادة التي يقوم بها الجيش الجبان الصهيوني ضد المواطنين العزل في قطاعنا الأشم. الواقع أن التمويل والموقع الجغرافي لتلك المنظمات الدولية الفاعلة هو وراء هذا الضعف وهذا التواطؤ وهذا التلكؤ الغريب العجيب الذي فضح للأسف الشديد معظم منظمات المجتمع الدولية التي للأسف الشديد تختات على حساب الشعوب وتأخذ الرواتب المهولة على حساب الدول الفقيرة للأسف الشديد. هذا أمر مؤسف، لأن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية الفاعلة هي من يمول وهو من يستضيف تلك المنظمات الدولية التي بتلكيها وصمتها وعجزها حتى عن حماية مقراتها هي للأسف الشديد تشكل مشاركة للأسف الشديد إلى جانب جيش العدو الجبان. نعم. الذي يمضي في مجازره الجماعية التي هي غير مسبوقة في التاريخ البشري ضد مواطنين عزل. سؤالي إليك الآن من جديد العقيد أحمد، يعني ماذا عن وضع المقاومة الفلسطينية اليوم التي أعلنت أنها تخوض معارك شرسة، ولماذا بالتحديد يركز الاحتلال الصهيوني على مدينة خان يونس؟ أخي الكريم، بالنسبة لتركيز العدو الإسرائيلي على خان يونس، هو يريد أن يحقق أي نصر يعني من أجل أن يقدمه إلى الشعب الإسرائيلي بعد أن عجز على السيطرة بشكل كامل على مدينة غزة. هو رأى بأن منطقة خان يونس يستطيع إذا دخل من هذه النقطة وهي 6 كيلومتر من منطقة كيسوفين باتجاه القرارة باتجاه المطاحن دوار المطاحن باتجاه شارع الرشيد ويلتف حول مدينة خان يونس، ربما يرى بأن القيادة العسكرية، لأن مثلا معظم القيادة من منطقة خان يونس
هو يريد أن يحقق شيء، أن يسيطر على هذه المدينة وأن يقسم قطاع غزة إلى قطاعات عديدة. فالقسومة الأولى هي شمال قطاع غزة، عندما اخترق الجيش الإسرائيلي من جحر الديك باتجاه شارع الرشيد وجعل المنطقة الشمالية معزولة عن الجنوب. اليوم استطاع أن يقطع الطريق ما بين خان يونس ودير البلح من أجل كذلك تقطيع أوصال قطاع غزة اجتماعيا وكذلك اقتصاديا وجغرافيا، من أجل أن يحقق أو أن يدخل ويسيطر على بعض المناطق، ربما يبحث عن قادة من قيادة حماس أو قيادة القسام أو الجهاد الإسلامي، أو ربما يكون هناك لديه معلومات استخباراتية بأن في منطقة خان يونس ربما تكون هناك قيادات أو هناك أنقاض أو هناك قيادة معينة يريد أن يسيطر على هذه المنطقة من أجل أن يقدم شيء للعالم الذي يدعمه الولايات المتحدة التي تعمل بآلاف الحدائق والقنابل. معك، ولكن أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا من جديد. أعود إليك أستاذ ماجد، يعني يتساءل الفلسطينيون كثيرون لماذا يبقى العالم صامتا أمام روايات الاحتلال وادعاءاته بأن المقاومة الفلسطينية تستخدم المدارس التابعة للأونروا لأعمال قتالية، وفلسطينيون كثيرون طالبوا الأمم المتحدة ومنظمة الأونروا بشكل صريح ضرورة تسيير بعض اللجان لتشرف على هذه المدارس من كثب وتدحض بشكل عملي رواية الاحتلال. السؤال هنا، لماذا لا تفعل الأونروا ذلك؟ لا تفعل ذلك لسبب بسيط جدا، هو أن معظم ميزانية تلك المنظمة التي أنشأت عام 1951 لخدمة اللاجئين العرب الفلسطينيين الذين شردوا من فلسطين المحتلة عام 48 إثر عام النكبة، معظم موازنة هذه الوكالة أو هذه المنظمة هو من الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين، هذا هو السبب. ثانياً أن الولايات المتحدة الأمريكية تلجم إدارة هذه المنظمة الدولية الأونروا عن اتخاذ أي قرار أي تصريح يدين حروب الإبادة الجماعية التي يقوم بها جيش الجبان في فلسطين المحتلة، هذا هو السبب الرئيس. إضافة إلى ذلك اسمح لي أن أضيف ضعف الموقف السياسي العربي الرسمي، وهو لم يكن بمثل هذا الضعف في كل تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي كما هو عليه الآن. الموقف جنوب إفريقيا، موقف تشاد الفقيرة، موقف دولة تشاد الفقيرة الرعوية هو أقوى من الموقف السياسي العربي الرسمي للأسف الشديد. هذا هو السبب. جديد أيضا معك أستاذ ماجد، يعني تخلي الأمم المتحدة عن حماية مقراتها التي هي من المفترض أنها محمية بالقانون الدولي، هذا التصرف أسهم بتشجيع الاحتلال الصهيوني على ارتكاب المزيد من المجازر. هذا الصمت، هل تتوقع أن يفرز مجازر جديدة قد تعيشها مدارس الأونروا في قطاع غزة عموم قطاع غزة؟ سيدي الكريم، الحرب الدائرة الآن هي انتهت يوم السبت 7 أكتوبر الماضي عندما انتصر المجاهدون الفلسطينيون على الجيش الصهيوني الجبان من خلال تحييد الفرقة فرقة غزة وأخذ الأسرى جنرالات. انتهت الحرب يوم السبت 7 أكتوبر، لكن إسرائيل تريد أن تثار. إسرائيل جيشها الآن صفر أمام العالم، تريد أن تثار، لا تجد المقاومة الفلسطينية الباسلة، هي تعتمد على قتل المدنيين من أجل أن يؤثر هذا الدم المسفوح للفلسطينيين على قيادة حماس والجهاد وكتائب شهداء الأقصى وكل المقاومين البواسل. الوكالة الغوث الدولية للأسف الشديد لا تستطيع أن تتخذ هذا القرار، قلت لك، بسبب الموقع الجغرافي لها والتموين، وثانيا أن الجيش الصهيوني لا يحترم القانون الدولي الإنساني ولا يحترم المواثيق الدولية ولا اتفاقيات جنيف، لا يحترم أبدا، وخاصة في هذه الحرب، هذه الحرب التي عرت جيش الحرب الإسرائيلي أولا أمام شعبه. هنا المصيبة الكبرى، ليس أمام العالم،
فقط، إنما أمام المجتمع الاستيطاني الصهيوني في كل فلسطين المحتلة، عرته تعرية تامة. ولهذا يريد أن يظهر بأنه شرب من الدم الفلسطيني، يريد أن يظهر على أنه حقق أهداف، هو لم يحقق لنا هدف ولو أسير واحد من المقاومة الفلسطينية الباسلة. ولهذا لا أتوقع أن يعود هذا العدو عن جرائمه وإبادته الجماعية ضد المواطنين الفلسطينيين أبدا، ما دام لحد هذه اللحظة عاجز عن أن يقتل قائدا فلسطينيا بارز. نعم، ضيفي الكريمين أرجو أن تتفضلا بالبقاء معنا. أرحب الآن بالدكتور زاهر البيك، الكاتب والباحث الفلسطيني، ينضم إلينا عبر الهاتف من أنقرة. أهلا بك دكتور زاهر. أهلا بكم وأتشرف بالظهور على قناتكم الكريمة. أهلا بك دكتور زاهر. كيف يمكن فهم دوافع الاحتلال والعوامل التي دفعته لاتخاذ هذه الخطوة التي تبدو خطيرة بالنسبة لسكان غزة؟ مسلسل التهجير يتواصل، المرة الأولى اذهبوا إلى الجنوب، الآن إلى أهل الجنوب، اذهبوا إلى رفح. نعم، أساسا أود أن أوضح التالي. خطة ومخطط تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة هو ليست خطة حديثة وجديدة، هي من قبل 7 أكتوبر، أي من قبل عملية طوفان الأقصى، وهذا المخطط موجود منذ سنوات، كون قطاع غزة هو يقع في منطقة استراتيجية جدا بالدرجة الأولى، وهو مطل على ساحل البحر المتوسط، وكون قطاع غزة يمتلك مقاومة قوية وشرسة متمثلة في كتائب القسام ومن خلفها حركة حماس، ويوجد هناك عملية مشتركة مع قوى مقاومة أخرى مثل سرايا القدس ولجان المقاومة الشعبية وألوية الناصر صلاح الدين وكتائب أبو علي مصطفى وما إلى ذلك، وهذه القوى العسكرية هي كلها في عملية أو في غرفة عمليات مشتركة تديرها كتائب القسام بشكل أساسي. وبالتالي قطاع غزة أصبح ليس حديثا، وإنما منذ احتلال فلسطين في 48، وحتى من قبل منذ احتلال الإنجليزي لفلسطين في عام 1917، وهو شوكة في حلق كل الغزاة وفي شوكة في حلق كل الأعداء. وبالتالي هذه المقاومة التي لا يمكن هزيمتها وفقا لتجارب سابقة في العدوانات والحروب السابقة التي تمت على قطاع غزة في العشر سنوات الأخيرة وخلال انتفاضة الأقصى وانتفاضة الحجارة ما قبلها في 87 وما إلى ذلك، هذه المقاومة يستحيل هزيمتها أو القضاء عليها نهائيا إلا من خلال القضاء أو التخلص من الحاضنة الشعبية لها، وهم أهل غزة. وبالتالي تهجير أهل غزة يفقد المقاومة هذه الحاضنة، وبالتالي تصبح المعركة أسهل في هذا السياق. هم الآن بعد 7 أكتوبر ومن خلال دعم تمكنوا للعالم كله وقدموا روايات كاذبة عن قتل الأطفال وقطع رؤوسهم والاغتصاب وما إلى ذلك، واستخدموا كل ما يملكون من إمكانيات إعلامية ومعلوماتية وبدعم أمريكي مفتوح وبدعم غربي مفتوح أيضا، بدأوا يقتلوا الناس، وعملية قتل ليست فقط عملية عشوائية، أيضا هي عملية ممنهجة من أجل هروب الناس من الموت إلى أماكن أكثر أمنا. وبالتالي نعم، هي الخطة المقصودة، نقتل قدر ما نستطيع لا بأس في ذلك، لا يوجد هناك من يحاسبنا، القانون الدولي هو ليس لنا ولغيرنا، هكذا يفكرون بهذه العنجهية، نقتل قدر المستطاع، نركز في قتلنا على الأطفال، كون الأطفال هؤلاء هم مصدر حيوية هذا البلد وهذا الشعب حينما يكبرون، ونقتل أيضا النساء اللاتي ينجبن الرجال من أجل هذه المقاومة، كل هذا ممنهج ليس عشوائيا. وبالتالي هذه الإبادة الجماعية وهذه المقتلة والمذبحة والمجازر التي تنفذها طائرات الاحتلال ومدفعيته وزوارقه البحرية في آن واحد،
هي بقصد أن يهرب الناس من أماكن الموت حفاظا على ليس أرواحهم وممتلكاتهم. أهل غزة لا يعني بالنسبة لهم الممتلكات والأرواح، وإنما ليست كثيرا في مهمة في إطار تحرير فلسطين، وإنما الأب والأم حينما ينظرون إلى أطفالهم مضطرون أن يذهبوا إلى مكان أكثر أمنا لتهدئة روع هؤلاء الأطفال. ومع ذلك الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأنا ابن غزة بالأساس، أنا ولدت وكبرت في غزة، أهل غزة رغم ذلك هم لديهم أنفة ولديهم قوة من الصبر والتحمل هي غير موجودة في أي مكان آخر حول في هذا العالم، لأنهم جربوا حروب كثيرة سابقة ولم يتزحزحوا عن أرضهم. ومع ذلك رغم ذلك إسرائيل رغم يعني على مدار 60 يوم الماضية هي أدركت ذلك، ومع ذلك هي تمعن في القتل والمجازر. مع الأسف الذي يحدث في غزة في سياق سؤالك أخي الكريم فيما يتعلق في موضوع التهجير ومخططه، الذي يحدث في غزة أنه ليس فقط عملية مذبحة وإبادة جماعية بأيدي الصهاينة المحتلين وبدعم ومشاركة مباشرة من أمريكا والغرب، أيضا المسلمون والعرب يشاركون في قتل أهل غزة من خلال خذلانهم. سنأتي على هذه الفكرة بشيء من التفصيل، فقط أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور زاهر متكرما. من جديد إليك عقيد أحمد، يعني صحيفة هآرتس والكثير من وسائل الإعلام التابعة للاحتلال الصهيوني أكدت أن جيش الاحتلال دخل المعركة في غزة وهو لا يعلم ما الذي سيفعله في اليوم التالي، ما يعني أن هناك حالة من حالات التخبط كما يرى كثيرون. كيف ترى هذا التصور لجيش يصنف نفسه، أو هناك من يصنفه أنه من أفضل 5 جيوش أو 10 جيوش عالمية، يدخل حربا لا يعلم ما الذي سيحصل باليوم التالي منها؟ نعم، الفشل الذي رافق قوات الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر هو مستمر حتى الآن، وما يقوم به الجيش الإسرائيلي من البر والبحر والجو في قصف المدنيين ليس عملا عسكريا بل عمل تدميري يهدف إلى قتل القادمة الشعبية المقاومة الفلسطينية في تلك المنطقة، وربما يريد إثارة هذه الحاضنة الشعبية ضد المقاتلين. ولكن رأينا يعني ما حدث هو عكس ذلك، هناك تلاحم ما بين الحاضنة الشعبية وبين المقاومين الذين يدركون بأن العدو الإسرائيلي يريد القضاء على كل هذه المنطقة وتهجير سكان قطاع غزة، وهذا ما يدل على المذكورات التي يلقيها الجيش الإسرائيلي تارة فوق قطاع غزة الشمالي ويقول لهم اتجهوا إلى جنوب وادي غزة، ومن ثم يلقيها فوق خان يونس ويقول لهم اتجهوا باتجاه رفح. إذن هذه الاعتباطية وردود الفعل، يعني هناك لا يوجد مخطط حقيقي للجيش الإسرائيلي، فكل الأهداف التي أعلنها نتنياهو لا يمكن تحقيقها نهائيا، ليس القضاء على حماس ولا تدمير الأنفاق ولا استخلاص الأسرى. إذا أراد بالفعل استخلاص الأسرى فعليه أن يعود إلى طاولة المفاوضات، وحيث أن المقاومة الفلسطينية منذ الأيام الأولى أو اليوم الأول قالت له تبييض السجون من كلا الجانبين، ولكن الجيش الإسرائيلي ونتنياهو يريد أن يقضي على المقاومة ولا يريد أن تكون غزة بعد هذه الأيام كما هي قبل 7 أكتوبر. ولكن ما يعني حساب كما يقال حساب البيدر لا ينطبق على الواقع، لأن المقاومة لديها إمكانيات قتالية عالية ولديها تدريب ولديها إيمان بقضيتها، وهذا ما نراه من الخسائر الهائلة التي يتكفلها الجيش الإسرائيلي بالمعدات والأفراد. فاليوم هناك عمليات عديدة في منطقة بيت لاهيا، في منطقة خان يونس، هناك حتى الآن لا تزال القيادة العسكرية للمقاومة متماسكة وتدير المعركة بكل حنكة، وهي تقوم بضرب المواقع السياسية والاستراتيجية للعدو الإسرائيلي بالرشقات الصاروخية في عسقلان، في
تل أبيب بإذود في رعين حيث قيادة فرقة غزة التي تدير المعركة منها باتجاه جنوب وادي غزة. أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا ضيوفنا الكرام. مشاهدينا نتابع الآن تقرير الإنفوغراف هذا الذي يتحدث عما يسميها الاحتلال الطرق الآمنة وما يراها كثيرون أنها قد تكون مقدمة لتهجير حقيقي يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة. نتابع. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وما زلنا في هذه التغطية المخصصة للمستجدات الجارية في قطاع غزة بعد 61 يوما على العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق المدنيين الفلسطينيين وما يحصل من مخططات يراها الفلسطينيون أنها تسعى إلى انتزاع حقوقهم فوق الدمار الذي يجدونه في الأهل والممتلكات بشكل شبه يومي بعد فشل الاحتلال الذريع وباعتراف الكثير من قادته أمام ضربات رجال المقاومة. من جديد إليك دكتور زاهر، يعني على المستوى الأمريكي كيف تقرأ قرار الكونغرس الأمريكي اعتبار معاداة الصهيونية معاداة للسامية؟ هل واشنطن كانت مضطرة لاتخاذ مثل هذا القرار باعتقادك؟ يعني حينما زار الرئيس الأمريكي جو بايدن حكومة الاحتلال والتقى بنتنياهو قال أنه يفتخر بصهيونيته وكرر هذه الجملة عدة مرات وقال أنه ليس شرطا أن تكون يهوديا لأجل أن تكون صهيونيا. الصهيوني ممكن أن يكون من أي ديانة أخرى مسيحية وغيرها أو بلا دين حتى، وبالتالي أمريكا أساسا يعني هي قبل هذا القرار وأثناءه وبعده هي تقدم دعم مفتوح وتشارك في هذا القتل وفي هذه الإبادة الجماعية بعساكرها وبمستشاريها العسكريين وبجنودها وبطائراتها، وأيضا تقدم الدعم المالي المفتوح من خلال 14 مليار دولار لأجل هذا العدوان. أيضا هي تهدد كل الأطراف الأخرى لأجل ألا تشارك فتعيق عملية قتلنا وذبح شعبنا، الحاملات الطائرات التي أرسلتها وإبطال القرارات في الأمم المتحدة ومجلس الأمن وعلى الصعيد الإعلامي نشر الافتراءات والأكاذيب، كل هذا نحن نشاهده. وآخر شيء قال بأن مقاتلين حركة حماس قد اغتصبوا النساء، يعني هو يعلم أنه يكذب ويعرف أن الناس يعرفون أنه يكذب، وهو مصر أن يكرر هذه الأكاذيب الساذجة والسمجة جدا مع ذلك. فبالتالي ليس مستغربا قرار الكونغرس الأخير باعتماد معاداة الصهيونية معاداة للسامية، وهذا من أجل الإمعان أكثر في تخويف وتهديد المناصرين
للشعب الفلسطيني ولقطاع غزة وللمناهضين للعدوان الصهيوني الجاري حاليا. أنت لاحظنا جميعا أنه في خلال يعني من الشهر الثاني، نحن اليوم مضى أكثر من شهرين على هذا العدوان، ولكن في الشهر خلال الشهر الثاني اتسعت رقعة الاحتجاجات واتسعت رقعة الفنانين والإعلاميين والرياضيين المشاهير الكبار خاصة في أمريكا وفي منطقة الغرب التي تساند المظلومين وتناهض الصهاينة في عدوانهم، وبالتالي هم اضطروا لهذا القرار حتى يخيفوا ويهددوا الناس، ومن ضمنها هؤلاء المشاهير والملايين الذين يخرجون في مسيرات ووقفات في بلاد العالم، ومن ضمنها في أمريكا في نيويورك وتكساس وواشنطن وفلوريدا وغيرها، حتى لا يقدموا على خطوات أكثر من ناحية احتجاجية تحرجهم. وأيضا هذا يعني يعطي فرصة ومساحة أكبر لنتنياهو وجالانت وحكومة الاحتلال وجيشها القاتل المجرم، يعطيهم وقت أكبر للإمعان في القتل، للإمعان في تهجير الناس، للإمعان في قصف المستشفيات والأسواق والمدارس ومراكز الزواج، حتى يجد الناس أي فرصة. وبالتالي حكومة الاحتلال حينما يقل الاحتجاج الدولي عليها هي تستمر في القتل أكثر. نعم، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور زاهر. من جديد إليك أستاذ ماجد الزبيدي. يعني مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك قال إن هناك خطرا متزايدا من ارتكاب جرائم وحشية في غزة. السؤال هنا، إلى أي مدى تبدو الحاجة اليوم إلى إعادة بث الحياة بالقانون الدولي الإنساني مطلوبة؟ هذا القانون الدولي الذي قوض ذاته عن غزة وأوجاعها. اسمح لي بداية أن أضيف إلى ما قاله الباحث المتميز زميلنا الأستاذ زاهر البيك حول تهجير الفلسطينيين من غزة. الواقع عن الحروب الأربعة السابقة، لاحظ العالم كله أن أهل غزة يعودون إلى قطاع غزة أثناء الحروب. هذا أولا. ثانيا، المؤرخ الإسرائيلي المجدد بيني موريس، والذي يوصف بأنه أكثر المؤرخين الإسرائيليين مع أبي شلايم أكثرهما موضوعية، يقول في كتابه المترجم إلى اللغة العربية وصادر عن المجلس الوطني الكويتي للثقافة والعلوم والمعنون بمولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، يسرد من خلال وثائق المخابرات الإسرائيلية أنه منذ عام 1951 وأجهزة الأمنية الإسرائيلية ووزارة الخارجية الإسرائيلية تعمل على تهجير الشباب الفلسطيني من قطاع غزة إلى أنحاء متفرقة من العالم. هذا منذ عام 1951، هذا مذكور بالتفصيل وضمن وثائق رسمية إسرائيلية أمنية بعد أن تم السماح بنشرها في كتاب بني موريس بالعربي. الأمر الثاني الذي أود أن مدى إمكانية إعادة بث الحياة بالقانون الدولي الإنساني الذي يبدو على ربما يبدو أنه قوض ذاته عن جرائم غزة، أو ربما هناك من قوضه. تفضل. كدارس للقانون وكاتب في القانون الدولي الإنساني، أقول أن القانون الدولي بجميع فروعه وأنواعه هو عبارة عن شباك تخترقه الحشرات الكبيرة وتعلق به الحشرات الصغيرة. هذا الآن أصبح واضحا جليا في مجريات الاعتداءات الإسرائيلية على الأمة العربية والإسلامية. لا يوجد قانون دولي يطبق على الأراضي المحتلة ولا على أهلها، ولا يطبق على المستوطنات والمستوطنين. القانون الدولي الإنساني هو بيد الولايات المتحدة الأمريكية بحزبيه الجمهوري والديمقراطي. هذه نقطة أول الصدر. المسألة الأخرى التي أود أن أتطرق لها لأقول أن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يستحيل في ضوء صمود دولتين عربيتين في وجه هذه المشكلة بالتحديد، هما مصر والأردن. مصر والأردن فقط من يمنع
نجاح تهجير الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة. نعم. التهجير الداخلي هو تهجير مدان في القانون الدولي للإنسان واتفاق جنيف. لكن تهجير الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة هو منوط من الأردن ومصر، وهما يعتبران ذلك مسألة مصيرية وجودية ولها درجة أولى من درجات الأمن الوطني للبلدين. نعم. وهذا لن يحصل. عقيد هذا أحمد. لن يحصل. نعم عقيد أحمد، إلى أي مدى بحسب متابعتكم إلى أي مدى يربك القصف الصاروخي الاحتلال الصهيوني؟ كيف تقرأ هذه الاستراتيجية التي باتت تستهدف الحشود المقتحمة؟ يعني المقاومة الفلسطينية لديها عدة أسلحة وأهمها الصواريخ. الصواريخ التي استخدمتها بشكل رائع جدا يوم 7 أكتوبر وحتى الآن تقوم بتوزيع هذه الصواريخ على أهداف مختارة ومنظمة من قبل، وهذا يدل على أن المقاومة كانت على مدى يعني سنة أو سنتين قبل بدء طوفان الأقصى كانت بالفعل تستطلع وتقوم بتحديد الأهداف بشكل جيد. لذلك هذه الأهداف اليوم يتم ضربها برشاشات من الصواريخ، كان في الشمال من تل أبيب إلى الدود إلى عسقلان غلاف غزة. كذلك هناك الراجمات 114 رجوم 114 التي تقوم كذلك بضرب هذه الراجمة التي تحوي 15 صاروخ بمدى بحدود 20 كيلومتر من 10 إلى 14 كيلومتر وفق الجغرافيا في تلك المنطقة ضد تجمعات العدو وضد محاول تحرك العدو. كذلك تستخدم الهاونات بشكل كبير، وسلاح الهاون هو سلاح للمقاومين الذي يمكن لأي فرد أن يستخدمه ويحمله معه. هذا الهاون الذي كذلك تستخدمه بال 120 مليمتر 85 مليمتر ضد تجمعات العدو ومحاول تقدم العدو، بالإضافة إلى استخدام قذائف الياسين والتاندوم والسيبيجي وقذيفة لاصقة عدوة العمل الفدائي وغيرها والشواذ وغيرها من هذه الأسلحة. كذلك استخدمت بالأمس يعني قناصة غول التي مداها بحدود 2 كيلومتر وهي قناصة فعالة بشكل كبير جدا ضد أفراد المترجلين من الدبابات والمدرعات التي يمتلكها العدو الصهيوني. إذن تستخدم كل هذه الأسلحة بالإضافة إلى الروح المعنوية العالية واستخدام الأرض بشكل جيد جدا من يعني من الأنفاق والخنادق، وكذلك حتى المناطق المدمرة يتم استخدامها عبر استخدام يقوم المقاتل من بين الأنفاق ويقوم بندب الدبابات الإسرائيلية والعربات الإسرائيلية والتجمعات الإسرائيلية ومن ثم يختفي حتى لا تستطيع القوات الإسرائيلية أن تطلب المعاونة النارية من الدبابات أو من الطيران أو من البحرية حتى تقوم بضرب هذه المنطقة. دكتور زاهر، نعم أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد العقيد. دكتور زاهر البيك من جديد إليك، يعني في إجابة سابقة ضمن هذه التغطية وصفتم الصمت العربي الإسلامي بأنه مشارك في قتل أهل غزة. السؤال هنا متجاوزا هذه الفكرة، ما الخطوات العملية التي بإمكان العرب والمسلمين أن يقوموا بها وتحدث أثرا وتأثيرا؟ الحقيقة العرب والدول العربية ومنظماتها الجامعة العربية الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي وكل تلك المؤسسات والدول والشعوب والحكومات والإمكانيات والجيوش، هذه كلها بإمكانها أن تفعل الكثير الكثير، ليس فقط لتحرير فلسطين أو لقتال المحتلين الصهاينة ومواجهتهم، وإنما فقط لإيقاف العدوان على أهل فلسطين في قطاع غزة. في أشياء بسيطة جدا ممكن أن يفعلوها وهي سهلة ولا تكلفهم شيء، هو أن يجري فتح المعبر بشكل حقيقي وليس فتح معبر رفح فقط في الإعلام، نحن نفتح المعبر المعبر مفتوح وهذا كله ليس حقيقي وليس واقعي. يجري فتح معبر رفح بشكل حقيقي،
تدخل هذه شاحنات المساعدات الموجودة والمكتظة على الجانب المصري من المعبر، حينما تدخل هذه الشاحنات بأعداد كبيرة في تحدي لنتنياهو ولحكومة الاحتلال، وترفع أعلام دولها، شاحنات مصر ترفع علم مصر، شاحنات قطر ترفع علم قطر، شاحنات تركيا ترفع علم تركيا، شاحنات العراق ترفع العلم العراقي، شاحنات الدول المختلفة التي أتت باكستان وما غيرها، حينما تدخل وترفع هذه الأعلام لنصرة ونجدة ومساعدة أهل غزة الذين ليسوا فقط تحت القتل والعدوان الهمجي، وإنما أيضا تحت الحصار الشديد، تحت الحصار الشديد من تجويع ومن عدم وجود علاج ومن قفل المستشفيات وخروجها عن الخدمة. هذا الوضع المزري للغاية والذي يبكي الحجر فضلا عن البشر. لو سمحوا لي هذه الشاحنات تدخل، من يستطيع قصفها؟ وإذا أرادت إسرائيل كما تهدد أن تقصف هذه شاحنات المساعدات، إذا أرادت قصفها هي ستقع في مشكلة مع كل هذه الدول في هذا السياق، وهي لن تجرؤ على ذلك. هذه خطوة ممكن أن تفعلها. خطوة ثانية أيضا، أنا أعرف جيدا أن هناك الكثير 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 من المتضامنين من الصحفيين ووسائل الإعلام ومن الأطباء ومن رجال الإطفاء، رجال الدفاع المدني، ومن يعني العاملين في الإطارات في المجالات الصحية وفي مؤسسات المجتمع المدني. هؤلاء ليسوا حكومات، هؤلاء متطوعون يتوقون لدخول غزة ومستعدون لتحدي أي قصف من أجل مساندة الناس هناك. لو دخلوا هؤلاء وحدات وزنفانة، لو دخلوا بهذه الأعداد الكبيرة إلى قطاع غزة من دول مختلفة، سيكون له أثر كبير جدا في وقف العدوان من ناحيتين. الناحية الأولى أن جيش الاحتلال لن يجرؤ على استمرار القصف العشوائي الهمجي الذي سيطال هؤلاء المتضامنين حتما، وبالتالي سيدخلها في معارك أخرى مع دول أخرى. هذا واحد. اثنين، حينما يدخلون هؤلاء، حينما يدخل الأطباء من دول مختلفة والعاملون في القطاع الصحي، بلا شك سينعش الوضع في غزة ويثبت أقدام الناس هناك ويعينهم ويساندهم ويرفع من معنوياتهم ومن خلال علاج جرحاهم ومن خلال تضميد هذه الجراحات. وأيضا حينما يدخل رجال الإطفاء، أخي الكريم، أنا يوجد لي أصدقاء يعملون في الدفاع المدني يقولون نحن لا نملك أدوات واستشهد منا الكثير، والعدد البيوت التي تقصف فوق رؤوس ساكنيها عدد كبير جدا. سأعود إليك دكتور زاهر فقط لأجلهم لكسب الوقت، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. سأعود إليك بسؤال أخير من جديد إليك أستاذ ماجد، يعني كيف يمكن للمجتمع الدولي تحفيز الحوار والتفاوض لإيجاد مخرج لإيقاف هذه الحرب تزامنا مع القيود المفروضة على إدخال المساعدات؟ تفضل. اسمح لي بداية أن أضيف إلى ما قاله الأستاذ زاهر أن وقف التطبيع مع العدو الصهيوني، طرد السفراء، عمال نقابة عمال قناة السويس لو يقوموا بإضراب بأسبوع، لو يتم وقف إنتاج النفط أسبوع واحد، سترى إدارة بايدن كيف ستكون مضطرة لوقف الحرب على قطاع غزة. هذا أولا. الرأي العام العالمي، هذه الحرب هي حرب كاشفة، هذه الحرب قلبت كل الدعاية الأمريكية الأوروبية الإسرائيلية طيلة 75 سنة، قلبتها رأسا على عقب كما قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية بإعلان صريح. 95% من المظاهرات في كل العالم هي مع الفلسطينيين، 5% معنا. تغير العالم، العالم كله تغير بفعل عاملين. العامل الأول صمود المقاومة الفلسطينية الباسلة، الأمر الثاني صمود أهل قطاع غزة. من أين هذا الصمود وهذا الصبر وهذه التضحية وهذا الفداء؟ هذا أثر في قطاعات واسعة جدا، من سياسيين، من إعلاميين، من مهنيين، من نقابيين، من صحفيين، إلى الدرجة أن إيرلندا، في إيرلندا مدن تضع على بيوتها العلم الفلسطيني
رؤساء رئيس وزراء إسبانيا على سبيل المثال، جنوب أفريقيا، إيرلندا، هذا موجود، هذا التأثير موجود. ولكن للأسف الشديد هو الخلل موجود منذ 75 سنة في البيئة العربية الرسمية. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ ماجد الزبيدي المستشار السابق لمشروع الأمم المتحدة الإنمائي في غزة، كنت معنا من عمان. كما أشكر العقيد أحمد حمادة الذي كان معنا، العقيد أحمد حمادة الخبير والباحث العسكري السوري كان معنا عبر سكايب من إسطنبول. السؤال الأخير إليك دكتور زاهر، وأرجو أن تجيبني باختصار لو تكرمت، يعني ماذا عن الفلسطينيين أنفسهم سواء في الضفة أو القطاع؟ هل هم راضون بالفعل عن التوجه لإعطاء السلطة زمام المبادرة في غزة وإنهاء حماس؟ هل هذا باعتقادكم يصب في مصلحة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني؟ باختصار أخي الكريم، الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده في الضفة وغزة وفي خارج فلسطين أيضا يرفضون هذه المعادلة رفضا قاطعا وباتا. لا يوجد أحد يقبل بأن تدخل السلطة محمود عباس أبو مازن هي والتي يسميها الشعب الفلسطيني سلطة التنسيق الأمني، لا يقبلون أن تدخل على ظهر دبابة صهيونية إلى قطاع غزة لحكم غزة من جديد. هذا غير مقبول ولن ينجح ولن يتم. شكرا جزيلا لك دكتور زاهر البيك الكاتب والباحث الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف من أنقرة. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه التغطية المتواصلة عبر شاشة قناة الرافدين معكم بشكل يومي، والأمل أن يفرج الله الكرب سريعا عن أهلنا في قطاع غزة. دمتم دائما تحفكم رعاية الله، وكونوا دائما في أمان الله. إلى اللقاء.